بنشوفها انه هي موجوده بكل مكان وعم تعطي مثل للاكستريم، وانت عم تشوفها كمقدمه كموجوده هلا ضمن الفاشن فاكتور، قد ايه صعب انه نحن نوفق بين كل هدول الميزات اللي موجوده عندك؟ اكيد صعب وبدها جهد شخصي كبير، بس بالنهايه عم بعمل شيء بحبه وعم بعمل يعني اكيد الخائن انا خلصت تصويره، وهلا الفوكس تبع على اعترافات مع ريتا الى ان كمان روح بدور ثاني، يعني انا بعشق التمثيل على كل شيء، بس بالنهايه انا بقول للكل انه دائما الواحد لما بيعمل شيء بحبه وبيتحدى حاله بيطلع منه. طيب نحن وجودنا اليوم بفاشن فاكتور قد ايه ضروري كمان نضل عم نتابع الموضه الخطوط اللي ماشي عليها؟ أنا بحب كتير الموضة، ويمكن في ناس ما بيعرفوا أنه أنا بدايتي كانت موديل، وحتى ببدايتي بالإعلام قدمت برنامج أزياء، فأجواء المصممين أجواء العارضات كل شيء هيك بحبه، وبحب هيدا العجقة تبعها، فأنا اليوم بإيفنتي كرجعني لسنين لورا، وأكيد كموضة أنا كل يوم بعدني بتابع الموضة. نعم نورا، عم نشوف الكل عم يسأل انه امتى نورا بدها تبطل انه هي عم تدافع عن تيا كل الوقت. انه مدام نورا بنتها تيا اكيد رح تضل تدافع للاخر، بس انه كمان يعني بتعرفي بالشخصيات كلهم رايحين هوس حب جنون بالانتقام، يعني مضطرة مدام نورا تضل تدافع وترقع هون وهون. طيب شو جديدنا؟ هي سؤالنا الاخير يعني. يعني في كذا مشروع، ما رح احكي هلا عن جديد، خلينا نضلنا كل الفوكس على الخائن بالدرجة الأولى كتمثيل، وأكيد بالتقديم كاعترافات مع ريتا، بس في كتير مشاريع بعدكم فيها، يعني في شيء حلو.